هلا 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 بالابطال، مرحبا، كيفكم؟ تمام، كويسين، مستعدين؟ اليوم هو اول يوم لكم بدار تحدي القراءه العربي. اول شيء قبل ما نحكي بالجد، كيف لقيتوا المكان؟ حبيتوا؟ بدكم تضل هون؟ طيب، بدي اياكم تركزوا معي كثير منيح. بكل حلقه يا شباب ويا صبايا رح يكون عندكم مجموعة من التحديات، وكل تحدي طبعاً رح يكون هيكليته وتفاصيله مختلفة تماماً عن التحدي اللي قبله. بس ما بدي اياكم تخافوا أبداً أو حتى تتوتروا، لأنه رح يكون معكم عدد من الموجهين والمدربين، وحتى أنا موجودة لحتى نساعدكم جاوب على كل أسئلتكم لتوصلوا للتحدي وأنتوا جاهزين. طبعاً أنتوا لمجرد وصولكم لهالمرحلة أكيد بتعرفوا أنه خمسة فقط منكم يلي رح يتأهلوا للتصفية النهائية. نحنا كلياتنا بنحب بعض كتير، بس نحنا بالأخير بتحدي، يعني تحدي له نهاية، يعني شخص واحد منكم فقط هو يلي رح يرجع على بلده حامل لقب بطل تحدي القراءة العربي لسنة 2019. وأكيد ليكون الحكم عادل، نحن بحاجة للجنة بخبراتها وبإنجازاتها عندها المقدرة الكاملة على الحكم بشكل منصف.